يلا ان ال اعملي بيت مجهوز. ان ال تمام. ها ام ام بلس 1 و 2. تمام، يلا اعملي كومبير. يبقى ال ان هي ال 4 ال، سيبك منها ال ال بكام كده، بنيجاتيف 1 اكتبي فوق ال ال نيجاتيف 1. ماشي يلا، ام بلس 1 ايكوال 2 ام، وبعد كده 2 هي ال 2. يلا هنساوي مين ال 4 ال ال بان. تمام، احنا سايلين ال بنيجاتيف 1، يبقى 4 باي نيجاتيف 1 ايكوال ان، 4 هتبقى باي نيجاتيف نيجاتيف 1 فور. ايكوال ان نيجاتيف 4. تمام، يبقى ان بنيجاتيف 4. تمام، قلنا كده ام بلس 1 ايكوال 2 ام، ام بلس 1 ايكوال 2 ام ايكويجن. يلا اودي مين، اودي الام الناحيه الثانيه بالماينس، تمام، يبقى 2 ام ماينس ام هتبقى ايكوال 1. 1 يبقى الام الواحده بكام، ما هو 2 ام بون. ماينس ام، الام ب 1، يبقى نيجاتيف 1 بلس 1 ماينس 4، يبقى اديني كام كل ده. نيجاتيف 4. برافو عليك، انا سريعه عليكي، اعيدها تاني لا ولا تمام، تمام؟ طيب اللي لا بعده، تمام. each of the following equals 1 minus sine theta times 1 plus 1 over cosec theta. 1 over cosec هي مين؟ 1 over cosec اللي هي الساين. يبقى اللي هي الساين، يعني 1 minus sine theta 1 plus sine theta. الشكل ده كده بيفكرك بإيه؟ اللي دي هي دي، واحدة بالماينس واحدة بالبلس، بيفكرك بإيه؟ difference of بال two squares، يعني ده difference 1 minus sine square theta، صح كده؟ طب 1 minus او sine square theta equal ايه؟ بصي 1 افكرك minus بالرول الاساسي، افكرك اللي هو بالرول equal الاساسي. cosine theta برافو square. عليك، كوزين سكوير ثيتا بلس ساين سكوير ثيتا ايكوال 1. سيبي ال 1 في مكانه وقلت لها الساين بالنيجاتيف، يبقى كوزين سكوير، يبقى انا اقدر اقول ان 1 ماينس ساين سكوير هي هي كوزين سكوير، يبقى هي هي كوزين سكوير. each of the following equals الكلام ده except هي كوزين سكوير. تمام، 1 ماينس ساين سكوير هي دي سك كوسك، سك سيتا كوتان سيتا، سك كوتان، ولا 1 اوفر 1 بلس تان سكوير. ما هي 1 بلس تان سكوير بمين؟ بسك سكوير، وال 1 اوفر سك سكوير هي هي كوزين، يعني ده هي هي دي. ما هي تمام. 1 اوفر سكوير سك سكوير، يعني دي هي هي دي، دي كوزين سكوير. كل دول تمام ما عدا ايه دي؟ ايه دي؟ كل دول ايكوال ده، يبقى هي السك سك كوتين، هي هي ايه؟ السك كوتين. طيب بيقول لك ان الاريا اوف ترينجل وير كذا كذا، يلا يا باشا اقري الترينجل اللي كنا بنجيبها ازاي؟ ديترمننت، فكريني كده. ديترمننت فاكره ولا فكرك انا؟ لا ممكن بنكتب تفتكريه. الاكس، الاكس كومبوننت تحت بعض والواي كومبوننت تحت بعض واخر كولومن 1. يلا الاكس اوكي كومبوننت تمام. 3 و5 6 زيرو اهو، وهنا 4 2 1 4 2 1، وهنا 1 1 1، بس هنا 1 في بره ايه؟ قبل هوف. الديترمننت ده هاف، ايوه كده هاف الديترمننت ده هاف، واعملي طبعا هنعمل الاكسبانشن اللي فيه زيرو اسهل واحد، يبقى 2 باي 1 ماينس ايه؟ 1 سيشن في هاف بره، 2 باي 1 ب 2 ماينس 1، كاني بعمل الديترمننت ده خلاص، تمام. يبقى 2 باي دي كده كده زيرو مش هكتبها، يبقى هنا في ايه؟ نيجاتيف 4. يلا نعمل كده وكده، 5 باي 1 ب 5 ماينس 6 باي 1، 5 ماينس 6 يبقى 5 1 6 1، كاني بقول لك نيجاتيف 4 باي مين؟ 5 باي 1 ماينس 6 باي 1، يبقى نيجاتيف 4 باي نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 4 باي نيجاتيف 1 ب 4، بعد كده بلس 1 والديترمينت ده 5 باي 1 ماينس 6 باي 2، يعني 5 باي 1 ب 5 ماينس 6 باي 2 بكام؟ ب 12. 5 12 ماينس 12 بكام؟ بنيجاتيف 7. بنيجاتيف 7، يبقى يعني كده هاف 4 ماينس 7 بإيه؟ ب 3، بنيجاتيف 3 بنيجاتيف 3 يبقى بكام؟ طبعا قلنا لما تلاقي نيجاتيف السكيل فاكتور بتاعها، هاف 3 بكام؟ هاف 3 كام؟ هاف باي 3، هي المفروض تطلع لي نيجاتيف، فاكره ما قلنا ما فيش اريا بالنيجاتيف؟ لما يطلع لي نيجاتيف تبقى يبقى 3 over 2 الفاليو بتاعت الكلام ده 3 اوفر 2 بكام بقى؟ 1 اند بون. ايه؟
1.5 او 1.5 صح. ايوه كده. يلا جميل. الفيكتور ايه والفيكتور ايه؟ all the following statement are true except. انت ما خدتيش الفيكتور اللي بالشكل ده، تمام؟ اللي تمام. ده اسمه، ده اسمه الكوردينيت فورم. بس انت متاكده ان هو ما عندكيش ده البولار فورم اللي هي انا قلت لحضرتك اللي هما المدرسة اوريدي الصفحة بتاعت اللي هي الفيديو. هو الستريت لاين. احنا لحد دلوقتي زي ما هو قايل، طب دي مش هناخدها، دي لان دي منهج مارس مش منهج فبراير. بيقول لك ان الاي بي والبي تو ماتريسز، اي بي تي بلس بي تي اي ايكوال زيرو، ذن اي بي تي از وات. خدي بالك، اي بي ترانسبوز، هي بي اي ترانسبوز، يبقى سميت ايكوال زيرو. لو عملنا ده بلس ده يديني زيرو. عملنا ده ورجعنا قلنا ايه؟ قلنا ان بي ايوه اي تي سمعتك. ايكوال زيرو. بصي انا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه اقول له ان الماتريكس ده بلس الماتريكس ده يبقى الاي بي تي نفسها. ده كده هو نيجاتيف، ده يعني زيرو ماتريكس، ده كده هو النيجاتيف بتاع ده. النيجاتيف بتاع هو هو، يبقى ايه؟ هو هو نيجاتيف الماتريكس، يبقى ايه؟ خدي بالك، ده بلس ده يديك النيجاتيف، زيرو. النيجاتيف بتاعه يبقى النيجاتيف سكو بتاعه سيمتريك. هو هو، ايوه كده سكو سيمتريك. تمام. النيجاتيف بتاعه هو هو، يبقى سيمتريك ولا سكو سيمتريك؟ لا سكو سكو سيمتريك، سيمتريك. ايوه كده. انما تمام سيمتريك يبقى هو هو، تمام بس ببدل سيمتريك، بس ايه ببدل. انما سكو تمام سيمتريك ان ده هو هو بس بالايه؟ بالنيجاتيف. اللي بعده، which of the following vectors represent the velocity vector of a car moving. لا انت ما خدتيش الاي والجي ده، صح؟ ما خدتهاش لا لسه. ما فهمهاش. قال لك البولار فورم، لسه برضو البولار فورم. طيب in the opposite figure، figure اللي قدامك ده parallel، ده برضو لسه انت ما خدتيش البارلل فيكتورز دي، لسه دي لسه. بيقول لك ان انت عندك ماتريكس ب 2 و4 ونيجاتيف 1 و3 تايمز ماتريكس تاني اسمه سي ايكوال 6 و1 then سي ايكوالز. طيب المفروض ان انا عايزه السي دي لوحدها، دي برضو لسه انت ما خدتيش الانفرس ماتريكس دي، لسه المفروض ان انا عايزه الانفرس بتاع ده، بتبقى 1 اوفر دلتا تايمز الديترمين، دي لسه برضو. ده احنا متقدمين جدا في الماتريكس عنهم واللي لسه ما خدتيش دي. بيقول لك ان هما بارلل، الفيكتور ده والفيكتور ده، الفيكتور A اللي هو 2 و3 والفيكتور B بارلل، then B equal. خدتيهاش برضو لسه، صح؟ لا طب ده كله ما منهج مارس، ده كله منهج مارس. اما نحل ايه بقى؟ طيب هنحل دي. The solution set of the equation sine square minus cosine square equal quarter where الثيتا موجودة في كل الكوادرانس is. يلا solution set بتاعنا، يلا تعالي نحل دي، تمام. تعالي يا عمر نحلها. يلا، ساين سكوير سيتا ماينس كوزاين سيتا ايكوال كوارتر. ساين سكوير سيتا دي بتفكرك بإيه؟ اللي هو ال sin سكوير سيتا، اللي هو القانون اللي هو sin بلس أنا عايزة كوزاين فيها ايكوال كوزاين برضو عشان أرجع أخد كمان 1 بلس فاكتور. كوزاين ايكوال 1، فهتبقى 1 ماينس كوزاين وان سكوير ماينس سيتا. كوزاين سكوير يبقى 1 ماينس كوزاين سكوير سيتا ماينس كوزاين سيتا ايكوال ايه؟ ايكوال كوارتر. طب تيجي نودي ال1 ده الناحيه الثانيه بالماينس، تمام. يبقى هقول له ان نيجاتيف كوزاين سكوير سيتا ماينس كوزاين سيتا ايكوال كوارتر ماينس 1 بنيجاتيف مين؟ 3 اوفر 4. هنشيل كل النيجاتيف مع بعضهم، يديني ان كوزاين سكوير سيتا بلس كوزاين سيتا ايكوال 3 اوفر 4. ماشي، تعالي ناخد الكوزاين سيتا كمان فاكتور معايا، معلش انا حالة لك في ورقه. حضرتك هتبقى 1 بلس هناخد كوزاين سيتا في ورقه ايه؟ كومن فاكتور كوزاين سيتا، تمام. يبقى لي كوزاين سيتا بلس 1 ايكوالز 3 اوفر 4. تمام كده، او تمام بلاش ناخدها كومن فاكتور، احنا ممكن نحلها زيرو ايكويشن على طول اسهل. نقول كوزاين سكوير سيتا بلس كوزاين سيتا ماينس 3 اوفر 4 ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. حليها زيرو ايكويشن، كأن الكوزاين دي، كأن الكوزاين دي اكس، زيرو ايكويشن عاديه اللي هي 1 انتر 1 انتر نيجاتيف 3 اوفر 4 انتر. ماشي، 1 انتر تمام اعملي على الكالكوليتر، مود 5 3 كأنها اكس، اوكي مود 5 تمام
3 1 انتر نيجاتيف 3 ثانية واحدة، 1 نيجاتيف انتر 3 نيجاتيف 3 اوفر 4 انتر. ثانية بس عشان أنا هو ثانية يطلع لك بهاف السيتا مرة هاف ومرة نيجاتيف 3 اوفر 2، يبقى كوزاين سيتا مرة هاف ومرة كوزاين سيتا ايكوال كام؟ نيجاتيف 3 اوفر 2 من على الكالكوليتور. ماشي يا قمر؟ تمام. حلو، كان ايكويشن عادية جدا. طبعا أسئلة المعاصر دي يعني رخمة رخمة جدا يعني. خلاص هوريك الامتحانات ما بتجيش من كده، مش بتيجي من ده، بتيجي من اللي هي الشيتات بصوا الأولانية. ممكن برضه توريني اللي هي الأسئلة اللي كنت بعتها لحضرتك على الواتساب، حاضر يا حبيبتي هحلهم لك. حاضر، يبقى كوساين أصل أنا سيتا لما هاف. بتيجي في امتحانات أو كده غالبا الأسئلة بتقف معايا هي اللي بلاقيها في الامتحان. طيب انا هحلهم لك كلهم. حاضر، تمام كوساين سيتا هاف وكوساين سيتا نيجاتيف 3 اوفر 2، وحدد لك السيتا في اي كوادرانت يعجبك. يبقى الهاف ايه، حوليها للباي، يبقى باي اوفر مين؟ مين اللي كوزينها هاف؟ الكوزاين بتاعها 60، يبقى سيتا تمام. ايكوال 60 ديجري، اور سيتا ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 2. ثانية واحدة، طيب هنقول سيتا نكتب كوزين، هتبقى شفت كوزين أو أنا كتبتها. نيجاتيف تمام 3 اوفر 2. هو ثانية كوزاين نيجاتيف 3 أوفر 2، هو مش بيطلع ايه ده؟ طب ايرور صح؟ اه يبقى هنكتب عليها ريفيوزد. يبقى الكوزاين بتاعتها هاف يا اما 60 خلاص، يا اما النيجاتيف بتاعت ال 60، يعني كام وكام؟ مين الكوزين هاف في الفيرست وفي الثيرد؟ ما هي يعني الكوزين هاف صح؟ الكوزين هاف تمام في تمام الفيرست وفي الفورث، في الفيرست وفي الايه؟ في وفي الفورث الفورث. يبقى سيتا ايكوال 60 او سيتا ايكوال كام كمان؟ 60 300 هي او او 300. 300. طيب تمام يبقى انا اخد ال 60 مع ال 300، هاخد ال 60 اللي هي باي اوفر 3 و5 باي اوفر 3. اهي شايفها؟ تمام ال 300 هي 5 باي اوفر 3، وكمان الباي اوفر 3 اللي هي 100. مش احنا اتفقنا ان الباي هي 180؟ اه تمام يبقى معنى كده مين اللي كوزينها هاف؟ يا كوزين ال 300، انا بثبتها لك بالتجربه العمليه اهي، يا كوزين ال 300 هي اللي بتديني هاف، او كوزين ال 60. يبقى انهي السر الوحيده اللي تنفع معايا صح؟ سكستي او 300. تمام يعني ال 60 وال 300 هي الانسر بي، اللي هي باي اوفر 3 و5 باي اوفر 3. مش ثانيه يصحى واحده، حاجة غير ال تاني. حاضر قولي يا قمر، عايزه ايه؟ نقول ايه تاني؟ هي ممكن تاني بتاعت 300 تاني بتاعت ال 300. طيب اه لما احنا كتبنا دي على الكالكوليتر طلعت ريفيوز، ما فيش حاجه اسمها كده. بصي كده، ما فيش حاجه اسمها يبقى الكوزاين اللي فوق اعلى من اللي تحت، ينفع في التان والكوتان، الكوزاين لا. بص يا باشا، لما انا اقول لك كده هو شيفت كوزاين هاف طلعت 6، طب انت راجل تمام وزي الفل. طيب قال لك ان في الاكزامبل ده انا هسمح لك تشتغل في كل الكوادرنس من اول الزيرو لحد ال 360. طيب امتى الكوزاين بوزيتيف امتى؟ ها في الفيرست والفورث كوادرنت. حلو، يبقى الكوزاين بتاعتي بوزيتيف عشان هي بوزيتيف هاف في ال 60. طب والفورث ال 60 ايكويفالنت في الفورث الكام؟ فاكره ما قلنا ابعدي عن ال 270 وال 90 وتعملي لي 180 ماينس او 180 بلس، يا 360 ماينس يا 300 يا 360 ماينس ما هياش بلس. فاكره ما قلنا الكلام ده؟ اه طيب يبقى 60 في الفورث كوادرنت اخبارها ايه؟ 360 ماينس 60 تطلع كام يا باشا؟ تطلع 300 يبقى الكوزين هتبقى بوزيتيف وحلها كوزين السيتا دي بهاف، يا اما تكون السيتا بتاعتك يا 60 يا 300. مين في دول الحلول اللي تديني 60؟ احنا رحنا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
مين الحلول؟ اديني 60 و 300 اهي، دي الباي اوفر 3. انا شكيت اول ما قلت باي اوفر 3 اشوف مين تاني معاها، يبقى الباي اوفر 3 وال 300 اللي هي 5 باي اوفر 3. جربنا على الكالكوليتور 5 باي 180 اوفر 3 طلعت لي 300، يبقى هي ده الحل، هو ده الحل اللي ينفع معايا ان الكوزين تانكس. تكون موجوده فيه بايه، يا اما 60 يا اما 300. تمام يا قمر؟ ده برضو بالجي بالاي والجي مش معايا، مش هناخده دلوقتي. طيب answer the following two questions، هنا في عندي essay وبرضو نفس الكلام على الفيكتورز وادينج الفيكتورز برضو مش هنعملها. بيقول لك if the circle M of radius and the chord was drawn in the opposite center to the angle of measure, calculate the length of AB to the nearest thousands. تقولي انت عندك سيركل ام اتس ريديوس، ده برضو على اعتقد على التريجنومتري اللي احنا ما خدناهاش، اي بي كورد وين، لا ده برضو على اللي خدناش. طب امال ايه بقى في اللي احنا خدناه؟ تعالي نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لك ساين سيتا بلس ساين سيتا تان سيتا ساين سكوير، يلا يا قمر اعمل ايه هنا؟ اخد مين كومن فاكتور؟ أخد ساين سكوير. يبقى ساين سكوير سيتا، يلا ساين اوفر ساين بون بلس، دي راحت مع دي بقى لمين؟ تن سكوير حلو، 1 بلس 10 سكوير هي هي مين؟ سك سك 1 سكوير هي هي مين؟ معلش اما حد بيرن لي الموبايل بيقوم ايه؟ مهنج، خليكي معايا ما تقفليش. ها؟ تمام. معلش يا رنا الموبايل فجأة كده وقف يا بنتي، وانا عماله اشرح لك وعماله انده لك عليكي وما انده عليكي وما لقيتنيش. المهم لا احنا ولا وصلنا، يهمك. وصلنا اننا قلنا بعد ما خدنا الساين سكوير كومن فاكتور يتبقى لي 1 بلس 10 سكوير سيتا، 1 بلس 10 سكوير سيتا هي هي 6 سكوير سيتا. ده ساين سكوير ماينس الريسبريكال بتاعتها، ولا دي الريسبريكال لمين؟ اللي هي ساين سكوير 6 سكوير، ولا دي الريسبريكال الكوزاين للساين؟ يبقى انا كده في السليم. لو كان تايمز الريسبريكال بتاعتها اللي هي الكوسيك كنا قلنا ايكوال 1، انما دي تايمز الريسبريكال الكوزاين، يبقى يا اما اقول له ساين اوفر كوزاين، يا اما اقول له ايه ساين سكوير تايمز ايه، زي ما هي كده. هو مديني تان سكوير ولا ساين سكوير ولا 2 ساين سكوير كوتان سكوير ولا 2 ساين سكوير تان سكوير؟ لا 2 ليه؟ مش احنا بنقول ان ساين سكوير سيتا بلس، تعالي اعملها هنا بلس كوزين ساين سكوير بلس كوزين سكوير سيتا ايكوال 1، ده بنعمل كلها اوفر اوفر كوزين بلس كوزين سكوير سيتا كوزين سكوير سيتا بقت 1 بلس، لا يبقى دي تان تان سيتا بلس 1 ايكوال 6 سكوير سيتا اهي 1 بلس. طب ما احنا ماشيين صح اهو، بلس تاني سكوير احنا ماشيين صح، ما يبقى 1 بلس تاني سكوير ب 6 سكوير. هو عايز 2 ساين سكوير تان سكوير ولا؟ طيب تعالي نخلي السكة دي، تعالي نخلي السك دي اللي هي اوفر كوزاين عشان تبقى ساين سكوير اوفر كوزاين سكوير. على فكره يا ابن اللذينه، ساين سكوير سيتا اوفر كوزاين سكوير سيتا بمين؟ ساين اوفر كوزاين بمين؟ بتام شفتي بقى
حول السك ل 1 اوفر ايه؟ كوزاين، ايوه ريسيبريكال الكوزين. الكوزاين، وقال ان الساين اوفر كوزاين. صدقني عماله اشوف دول وما كنتش شايفه دي تاني سكوير. يلا بيقول لك ان الماتريكس ايه والماتريكس بي، الاي بي بلس البي ايه ايكوال مين؟ يلا اي بي بلس بي ايه، اي بي بلس بي ايه ايكوال مين في دول؟ اعملي اي بي الاول اللي احنا عاملين، عارفين ان الايه الماتريكس المالتبلاي نوت كوميوتيف. لو عملنا اي بي بلس بي ايه نشوف هيديني مين. ماشي تمام، هتبقى 1 times 4 و 2 times بابا يكون negative 2. انا عايزه اجرب معاكي اوكي حاجه كده، استني عايزه اجرب معاكي حاجه مود. اقري معايا ماتريكس، تعرفي تعمليها دي؟ تمام. ماتريكس 1 ايه ولا ماتريكس ولا ماتريكس بي؟ طب لو جربنا 1 دي اللي هي 2 باي 2 صح؟ 5. اول ماتريكس هنكتبه كده، انا بجرب معاك، انا مش يعني ما جربتهاش قبل كده. 1 انتر ادرس فين طيب بعد ماتريكس؟ 2، هقول لك دلوقتي 2 انتر 3 انتر 4 انتر خلاص انتر تايمز. لا انا مش عارفة ازاي اجيب ماتريكس تاني. 4 انتر، لا مش عارفة بقى بصراحة. وانا كان مش عارفة بيجيبوها، بيجيبوا ازاي مالتبلاينج الماتريكس. احنا دوسنا ماتريكس اللي هي 6، بعد كده ماتريكس 1 مات ايه ولا 3 ولا 2؟ احنا عايزين 2 ام باي ان اللي هي 2 باي 2 5. طب ازاي بقى بنعمل مالتبلاي؟ بصراحة انا مش عارفة، نعملها مالتبلاي عادي بدل ما ايه نضيع وقتنا. اوكي تمام. مش ممكن يلا رو باي مستني. كولوم، رو باي كولوم، رو باي كولوم. يلا هنا تبقى 1 times 4 plus 2 ايوه times 2 باي نيجاتيف 2 3 negative 3. تمام. اللي بعدها رو باي كولوم، ها ثانية ولا 3 تعملي y رو باي كولوم negative 3. الثاني؟ طب تعالي نعمل الكولوم بقيه الرو. يلا رو باي كولوم 1 باي نيجاتيف 2 ايه ثانية واحدة، هو انا مش شايفة. معلش تمام هقف بس عليا. ممكن 1 باي نكمل. نيجاتيف 2 هتبقى 1 by بلس 1. negative 2 plus 2 times 1 يلا اللي بعدها 3 باي 4 3 4 و 4 times بلس plus 4 times 4 باي negative نيجاتيف 3 3. يلا 3 باي نيجاتيف 2 2 plus بلس 4 4 times 1. باي 1. يلا تعالي كتبناها، يلا بقى نحسبها بسرعة. ده مين ده؟ الاي بي، ها كده 4 ماينس 6 نيجاتيف 2، وكده نيجاتيف 2 بلس 2 بزيرو كده 0 كده نيجاتيف 6 و4 بنيجاتيف 2 خلاص. يبقى ده اول ايه، اول ماتريكس باي ماتريكس تمام يا قمر. تمام. طب تعالي بقى نعمل بي ايه. يلا بي ايه ايكوال، يلا بي مع مين؟ رو مع كولوم. تمام هتبقى 4 times 1 plus negative 3 times negative 3. و negative 2 و negative تو لا هتبقى 4، احنا مش عملناها أول استنى، ثانية. احنا رو باي كولوم اهي تمام 4 باي 1 هتبقى 4 by 1 و negative نيجاتيف 2 2 times 3. ايوه كده. معلش سوري أنا آسفة. اللي بعده اللي بعده رو هتبقى باي negative كولوم اوكي تمام 4 باي 2 negative 2 negative 2 times 2 رو باي، لا رو باي كولوم 4 باي 2 اهي رو باي 4 by 2 كولوم اوكي 4 4 by باي 2 2 نيجاتيف 2 باي plus 4. negative 2 by 4 اللي بعدها رو باي كولوم نيجاتيف 3 باي 1 negative 3 negative 3 by 1 plus 1 times 1 باي 3. 3. بعدها رو باي كولوم
negative 3 by 3 2. by 2 plus 1 times 4. ايوه كده، يبقى هنا يلا 4 minus 6 negative 2 0، وهنا 0، وهنا negative 6 و4 negative 2، نيجاتيف يعني 2 هتلاقيني بقول حاجة بلس نفسها ايكوال مين؟ حاجة بلس نفسها تبقى ايكوال هتديكي ده وده وده وده، ده مع ده بنيجاتيف 4 و0، 0، وده برضه ده وده 0 نيجاتيف 4، ده اوكي. هي نيجاتيف 4 اي. بصي كأنها الايدنتيتي ماتريكس عملناه باي مين؟ باي نيجاتيف 4 اي، نيجاتيف 4. تشويس ده تمام نيجاتيف 4 اي. تمام؟ طيب تمام باي سولف سيستم اوف ايكويشن، لما نحل السيستم الايكويشن ده خلاص، ذا فاليو اوف دلتا اكس اوفر دلتا، ده احنا هنجيب الدلتا ونجيب الدلتا اكس ونجيب المين، ده ما شاء الله يعني جايب لي اكزامبل كامل على شكل ايه؟ اكزامبل كامل على شكل تشوز، طبعا دلتا ودلتا اكس. طب خلي دي عشان نحلها ايه؟ محتاجه ستيبس كتيره، خليها بس فكرين نحلها سوا. هنا تمام بيقول لك عندك الفيكتور ايه بكي و2، لا ما خدناش برضو دي، والاي بارل للسي بي ما خدناش ده برضو لسه. بعد كده اكس واي واي زد، يبقى اكس زد خلاص، لا برضو دي لسه. الجنرال سوليوشن اوف ذا ايكويشن لو تان سيتا بلس 1 ايكوال 0 وير ان بيلونجز تو زد. يلا في الجنرال سوليوشن في التان، مس نرمين قالت لي ابعد عن مين؟ ابعد عن أبدا مين؟ عن 2 ان باي، ابص على اللي فيها بلس ان باي، يبقى يا دي يا ايه؟ يا دي. يدي تعالي بقى نحلها، تان سيتا ايكوال 0، يبقى تان سيتا بلس 1 ايكوال 0. يلا اودي ال1 الناحيه الثانيه بالمين؟ بالنيجاتيف حلو، تان سيتا ايكوال نيجاتيف بالنيجاتيف 1، هتلاقي هي حلوه من على الكالكوليتر، تان تان نيجاتيف، شفت تان نيجاتيف 1 هطلع لك نيجاتيف 45. استني بقى نعمل مود 1 الاول، نظبط الكالكوليتر، شيفت اوكي تان، تمام انا عملت شيفت ساين ليه، شيفت تان نيجاتيف 1، اما تطلع لي الانجل بالنيجاتيف اتخض ولا عادي ولا يهمني؟ عادي عادي عايزه يعني البوز بتاعتها اعملها بلس ايه؟ بلس 360 تطلع لك 315، ال 315 دي عايزها بالبايات، بالباي اقوله باي ديفايدد باي كام؟ 180 8، يبقى اللي هي فيها 7 اوفر 4، يبقى ازاي بلس 2 ان باي؟ ازاي يعني؟ المفروض 7 اوفر 4 بلس بلس، المفروض الكتاب غلطان، هي 7 اوفر 4 ما فيش ال 2 دي، هي 7 اوفر تمام 4 ماشي؟ يبقى تمام اللي هي 7 اوفر 4. اللي بعده، if the matrix A has order 2 by 2 where A كذا A i j equal i plus j then A transpose ال order بتاع 2 by 2. حلو، ال A i j equal A i j ال i plus ال j، ال i plus ال j تمام، تمام then A transpose equal ال A ولا 2 أنا A كنت ولا وقتها negative order. حضرتك سؤال زي كده بالظبط، هو برضو طب خلي ده بتقابل هفهمهولك ان ديتيلز دي بنعملها ازاي. بص يا عمر، هو بيقول لك ان الماتريكس اي الاي اي اي جي عباره عن اي، يعني الاوردر بتاعهم بلس بعض تمام، يبقى تمام معنى كده الترانسبوز بتاعها، هوريها لك دي نعملها ازاي. طيب انت عندك اف 1 واف 2 ار 2 فورسز ات ذا بوينت، برضو ما خدناهاش دي. طيب بيقول لك السم اوف ذا سم اوف روتس اوف ذا ايكويشن ايكوال 0 ايكوال ايه؟ فاكره دي ده اسمه ايه؟ فاكرة ده اسمه ايه؟ يعني ده باي ثانية ده واحدة باي ده ايكوال زيرو. تاني ده اسمه ترينجولر ديترمينانت، يبقى عبارة عن ترينجولر ديترمينانت بيبقى عبارة عن ده باي ده باي ده، تاني عبارة عن مين؟ ده باي ده باي ده، اوكي التراجل ده تمام يبقى ده باي ده باي ده، عشان افكه بقول ده باي ده باي ده على طول، بقول المين دياجونالز تايمز بعض على طول، يبقى اكس باي اكس بلس 1، هنا اكس x بلس 1 2 ماينس x، الكلام ده كده ايكوال مين؟ ايكوال 0. طيب لما تمام يكون 3 things by بعض ايكوال 0، فاكر كنا بنعمل ايه زمان؟ كنا بنعملها دي، يا اما الاولاني ب0 وده فيرست روت بنسميه فيرست روت، يا اما الثاني ب0 يعني x بلس 1 ب0. وليه يا رنا لما يكون x بلس 1 ب0 x ايكوال كام يا جميل؟ نيجاتيف 1
أو 2 ماينس إكس بزيرو. 2 ماينس إكس بزيرو، ودي الإكس الناحية التانية بالبوزيتيف، يعني إكس إيكوال 2. وده يبقى فيرست روت، سكند روت، ثيرد روت. قال لك إن هو مش عايز الثري روتس، قال لي مجموع التو روتس، الثري روتس بتاعتها يعني 0 بلس نيجاتيف 1 بلس 2 بكام يا سكر؟ الصم ده بون. بكام كده؟ ايكوال 1. شفتي مسألة سهلة ازاي بس افهمها. تمام خلاص بيقول لك ان ذا اوبوزيت خلاص فيجر اي بي سي كوادريلاترال، برضو ما خدناش احنا ادنج الفيكتورز دي لسه. انا عايزه ابعت لك الامتحان بتاعنا عشان تشوفيه. بيقول لك الاي تمام يونت فيكتور، بس برضه ما خدناش اليونت فيكتور اللي هي اسمها فاندمنتال يونت فيكتور، ما خدناهاش دي برضه لسه. نفس الكلام. طب يا رب بقى دي تكون خدناها. سي ان تيرمز اوف اي بي برضه لسه ما خدناش دي. فايند سي ان تيرمز اوف اي بي، لا. فايند ذا اريا اوف ذا ترينجل هوز فيرتسيز، يلا. ازاي اريا الترينجل اجيبها بالفيرتسيز دي؟ يلا وريني. اللي هي ها؟ الهوف واعمل تيرمينال واللي اعمل الاكس كلها وبعد كده الواي بعد كده الون يبقى 2 نيجاتيف 2 0 بعدها 4 فور 4 نيجاتيف 2 بعدها ايه؟ 1 1 وان 1. وان وان سهلة. ممكن نفكها من اللي تحت ده عشان فيه 0 او من الكولومن ده. خلينا نفكها من اللي تحت ده عشان فيها ايه؟ 0 و1، هتبقى سهلة. خلاص؟ ونجيبها. نعملها سوا ولا اوريكي الامتحان بتاعنا ونحل الحاجات لا اللي احنا تمام قلناها؟ لا انا هشوف بقى الحاجات التانية هي اوكي ما دام كده قدامي خلاص انا هعملها طيب انا عايزة اقول لك على حاجة. لا خلاص كده. عايزين اللي هي باي سولفنج دي عشان دي هتاخد وقت، بتاعت كرامر رول. ممكن جدا اللي السي اللي تجيلك تجيلك كرامر رول دي. بيقول لك ان انت عندك 2x بلس 3y ماينس زد ايكوال 1، و3x بلس 5y بلس 2z ايكوال 8. تمام كده يا رنا؟ تمام و x ماينس 2y ماينس 3z ايكوال نيجاتيف 1. خلاص؟ عايز دلتا اكس اوفر دلتا. الاول هاتي لي ايه؟ الدلتا. يلا يا باشا الدلتا. هتبقى اكس وواي وبعد كده زد وزد. يلا. 2 تو 3 ثري وون نيجاتيف 1 اي ماينس زد. تمام اوكي تمام سوري 3 و5 و2 بعدها 1 و-negative 2 و-negative 3 تمام. طيب تمام دي الدلتا. عايزين بقى دلتا اكس. طبعا دلتا هتعملي اكس اكسبشن ده، اديكي دقيقتين تعمليهولي دلتا اكس. بس انا اكتب دلتا 3 اكس بخبي مين؟ بخبي الاكس واكتب بدلها لمين؟ بكتب بدلها دوت اللي هو الـ equals الكوفيشنت. يبقى 1 8 نيجاتيف ايه؟ negative 1 ها وبعد كده 3 5 اكتبهم negative معايا. 2 يلا ها 1 و 2 negative 1 لا 2 نيجاتيف و 6. يلا هي انا مش اللي فوق بعملها. برضه negative 1 اللي هو عند الزد حقيقي عليا عشان بس انا ماسكه الموبايل بايد وبكتب بايد، ولا يهم ما حضرتك خدتش بالي ناس منه. يلا هتعملي لي بقى الدلتا اكس اوفر دلتا وتقولي لي فكيها لوحدك عشان متوقعه ممكن كرامر رول تجي لك كاكزامبل لوحدك. يلا تمام قدامك ماشي قد ايه؟ دقيقه وارجع دقيقه وتعمليها لي دقيقه عشان ما فيش وقت قبل ما اجيب لك الامتحان بتاعنا من على الواتساب. اوكي تمام يلا. الحاجات اللي انت بعتيها لي انا هبعتها لك النهارده بالليل يعني على 10 كده 10 ونص اكون بس ايه خلصت ورقه بعتها لك كلهم. ماشي يا سكر؟ تمام ماشي اوكي بس معلش هستأذنك ابعتيهم لي تاني، اعملوا لي فورورد تاني كلهم بقى مع بعض. اوكي يا رنا؟ تمام مين بس معلش سؤال هو قبل ما اعمل هوف اللي كنا بنعملها لا هاف دي بتاعت الاريا اوف ترينجل، من لو مال اوكي الهاف؟ اريا الترينجل يا هي هاف باي. فاكره لما قلت لك الترينجل بيحب الهاف؟ انا مالي ومال ده كرامر رول اوكي ملوش دعوه بالترينجل خالص. يلا يا قمر تمام مش هوف دقيقه وخلصيها لي. يلا رانا عايزاها تاني؟ أشغلك الكاميرا تاني؟ معلش ثانية بس اخد السكرين بس ويلا وحضرتك عبام بس أجيب لك الحاجة من على الواتساب. تمام كلام يلا حبيبي حليها بقى.
خلاص يا رورو، خلاص يا رنا. لسه بعملها، لسه ما خلصتش الصراحة، لسه فظهرك انت بعملها. شاطره في الاكستنشن بتاع الديترمننت، وتعالي نشوف المساله الهايفه دي اللي انت قلتي ايه. انا عايزه اوضحها لك. بص يا عم، بيقول لك ان الماتريكس ايه دي هايفه جدا. بيقول لك ان الماتريكس ايه اوف اوردر 2 باي 2 الاي جي. ايه يعني؟ هو عايزني يقول لي انت فاكرني ما اعرفش ده انا ايه 1 1 وايه 1 2 وهنا ايه مين ايه 2 1 وهنا 821 ايه 2 و 822. 2. طيب تعالي بقى، قال لك ان انت اي اليمنت عندك هتعملي الاوردر بلس بعضه عشان تكتب لي اي اليمنت. ما هي اي جي سمول، اي اليمنت عندك ان انت تجيب الاوردر بتاعه الاي بلس الجي. يعني الاليمنت الاولاني 1 بلس 1، 2 1 بلس 2، 3 2 بلس 1. 3 طيب 2 بلس 2، 4 طيب المين دياجونال بتاعت مين؟ 2 4 وال3 وال3 اعملهم ترانسبوز كده. ده الايه ده كده المين ده الماتريكس ايه. طب اعملي الايه الايه ترانسبوز بتاعك، احنا قلنا بننقل هتبقى المين دياجونال زي ما هو وبدلي هتبقى المين. ايه هي. الله، ده الترانسبوز هو هو الماتريكس الحقيقي. يبقى ده يبقى ده ايه، سكو سيمتريك ولا سيمتريك؟ symmetric يبقى السيمتريك للايه ايكوال الايه ترانسبوز، قلناها قبل كده ده معناه السيمتريك. يبقى الايه ايكوال الايه ترانسبوز، يبقى لي ذن ذا ماتريكس او الايه السيمتريك. طب هو عايز مين، سيمتريك ولا الاي تي؟ يبقى الاي تي هي هي الايه، الاي تي هي هي مين. الايه وفي الحاله دي بقول عليه ايه، سيمتريك symmetric. ماتريكس. لو هو بالمواصفات ده يبقى فهمت يا بابا عملنا ايه. لو هو تمام، بالمواصفات انا هو سيمتريك والايه هو هو بس الايه ممكن ترانسبوز. تبعتيلي بس اللي هي الحاجات اللي احنا حليناها عشان بس ترى لو حبيت اراجعها انا بقى. هقفل هنا وابعتها لك عشان ما انساش يا بنتي. حاضر، ولو في حاجات قديمه برضه هجمعها وابعتها لك. عيني يا تمام حبيبتي، ماشي، فهمتي يا قمر الاجابه جت منين؟ فهمتي تمام ايه معنى فهمت. اصلا؟ طيب دلوقتي بقى انا هجيب لك من على هبعته على الواتساب. ثانيه واحده، رنا انت معايا؟ مع حضرتك يا مس، انا بعته على الجروب، ثانية كده. تمام اعمله ظهر اهو. بصي ظهر شفتيه. بصي بقى تمام انا هفتحه واعمله سكرين شوت واعمله شير سكرين عشان نحله سوا. خلاص يا قمر، اعمل كده تمام سكرين شوت واجيبه بقى من على الايه من على الموبايل عندي. اوكي تمام. اعمل مور. لا خلاص كده، هو ده يعني ايه امكانياتي وما تتريقيش عليا. ها لا مش والله يا مستر، مش هتريق والله. بسم الله الرحمن الرحيم، الزوم اهو. هنعمل ايه؟ شير، وبعمل فوتو image from file photo فين اهي. اهي ايوه ده. اوبا، لا 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 لا، ايه رايك بقى كده؟ ايه رايك في مستر مين؟ لا تمام كده يمس. يلا يا قمر، الكويستشن الاولاني بيقول لي if the matrix ايه، شايف الماتريكس اللي قدامنا ده؟ طيب اوكي 0 شايفين. 0 من اكس ماينس 1 واكس باور 2 ماينس 1 از سكو سيمتريك. ايه مواصفات السكو سيمتريك؟ ان المين دياجونال الاعلى من عليه، اولا المين دياجونال لازم يكون زيرو. المين دياجونال لازم يكون ايه؟ زيرو عشان دي الحاجه البوزيتيف بتاعها هو هو النيجاتيف بتاعتها. اما هلاقي المين دياجونال اللي حواليه الاليمنتس اللي حواليه ده بنيجاتيف، ده بايه؟ بنيجاتيف ده. يعني انت عندك اكس ماينس 1 ايكوال، انا مش عارف طبعا اكتب، اكتبي الكلام ده عندك. اكس ماينس 1 هي نيجاتيف اكس باور 2 ماينس 1، فانا هقول له نيجاتيف اكس بلس 1 ايكوال اكس سكوير ماينس 1 واحلها. اقول تاني
المين دياجونال في السكو سيمتريك تمام. لازم يكون زيرو، لازم يكون زيرو، عشان زيرو هو اللي البوزيتيف بتاعه وهو النيجاتيف بتاعه. ايه مواصفات السكو سيمتريك؟ ان هو سيمتريك، سيمتريك ماتريكس، بس في نفس الوقت البوزيتيف بتاعه هو هو النيجاتيف بتاعه لما تعمله ترانسبوز. يبقى الحاجه الوحيده اللي تخلي لي المين دياجونال اللي البوزيتيف ليه هو هو النيجاتيف ليه يكون زيرو. طيب اعملي لي كده اكس باور 2 ماينس 1، اكتبي الكلام ده يا امر، ايكوال نيجاتيف اكس بلس 1، ما ده بنيجاتيف ده، وحليها لي بقى وانا احل معاكي اهو. اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال نيجاتيف اكس بلس 1، دخلي الاكس بالايه؟ اللي بنيجاتيف دي بالبوزيتيف، تبقى اكس باور 2 بلس اكس، وطلعي ودخلي ال1 برضو وخليها زيرو ايكويشن، ماينس 2 ايكوال زيرو. حلي لي ريموت 5 3 الايكويشن اللي هي اكس باور 2، لو انا بقول بسرعه قولي لي بالراحه، مش ممكن تاني هحولها بقى. نقول تاني. اكس باور 2 ماينس 1 شايفاها؟ اه ايكوال تمام. اكس بلس 1، ما هو ده نيجاتيف ده صح؟ يبقى نيجاتيف هي اكس اكس بلس باور 1 2 بلس 1 ولا ماينس 1؟ سوري. اكس باور 2 ماينس 1 تمام ايكوال نيجاتيف اكس بلس 1، ما هو ده تمام بنيجاتيف ده. حلو تمام، دخلي بقى، دخلي الاكس جوه ودخلي ال1 جوه وخليها لي زيرو ايكويشن، هتبقى اكس باور 2 بلس اكس ماينس 2 ايكوال زيرو. لما اكس نحلها زيرو ايكويشن اكس باور اكس 2 بلس باور اكس 2 ماينس 2 ايكوال زيرو، يبقى عندها ماينس تو 2. سوليوشنز، كم وكم يا قمر؟ تبقى اوكي اكس اكس بلس 2 ايكوال زيرو، يعني اكس بنيجاتيف 2. هتبقى 1 ونيجاتيف 2 برافو عليكي، 1 ونيجاتيف 2 اللي هي انهي سؤال، انهي حل؟ دي هي اللي هو دي. سوليوشن دي. اللي بعده بيقول لك ان الاكس بلس الكلام ده ترانسبوز ايكوال زيرو ماتريكس، يبقى الاكس بكام؟ اعملي ترانسبوز لده وقولي الاكس بتاعتك بكام، هعكس الساينات كلها. يلا انت فاهمه نعمل ايه؟ اعملي ترانسبوز لده الاول، يبقى خلي الرو كولوم وكولوم رو. تمام انا عملت ده الاكس الترانسبوز. بتاعتك النيجاتيف بتاع الترانسبوز ده عشان يديكي زيرو ماتريكس، فاهماني؟ فاكره ما قلنا ثبتي المين دياجونال وعكسي التانيين؟ اه يلا يبقى اول واحده التو تبقى مين؟ نيجاتيف 2، والزيرو وزيرو هيبقى زيرو، زيرو، والنيجاتيف 3 تبقى مين؟ هتبقى 3. تحت، وال3 اللي ياخدي بالك السي، ها تمام ولونها هتبقى فوق بس نيجاتيف 1، يبقى الاجابه مين؟ هتبقى الاجابه دي. بس الاجابه ممكن ايه دي تاني ساينس تاني؟ ممكن دي. طيب حسنا ايه في رايك ان غلط. انا احلها لك عندي في الورقه؟ نقول تاني. بصي يا قمر تمام اعملي الترانسبوز بتاع الماتريكس اللي قدامك ده، يلا اعمليه معايا. ثبتي ال2 اوكي. وال0 المين دياجونال، وخلي لي النيجاتيف 3 كام؟ 1، وال1 بمين؟ بنيجاتيف 3. حلو، شايف الماتريكس اللي قدامك ده زي ما اه هو كده بحبشتكنات وببغنجه، انقلي لي النيجاتيفات بتاعته، فاهمه؟ يعني انا النيجاتيف بص بتاعته هقول لك دلوقتي، ماتريكس عندك اسمه 2 1 ونيجاتيف 3 و0، ممكن تكتبي قدامك؟ حاضر. هو يعني ايه ماتريكس بلس ماتريكس ايكوال 0؟ ان يكون واحد بالبوزيتيف والتاني بالايه؟ بالنيجاتيف. هو هو، ماليني بقى هو هو اه بس بالنيجاتيف. يلا يلا يا رنا، ماليني اللي انت نقلتيه عندك بس هو هو بالنيجاتيف. يلا هتبقى نيجاتيف 2 ايوه و 3 تمام و نيجاتيف 1 ايوه، و 0. انهي بقى ماتريكس فيهم يا باشا؟ سي. هتبقى سي. امال احنا قلنا ايه يا قمر؟ اه اوكي تمام. مش معلش سوري تمام كده ايوه كده صح. بيقول لك 1 معلش ماينس سوري 1 انا ماينس 2، بص كنت صاحيه من النوم كده. انا عارفه ان انا بقول بسرعه بس انا والله يا بنتي عايزه اخلص معاكي، انا بقول علشان ما افوتش معاكي حاجه. يلا حبيبتي، تمام بيقول لك 1 ماينس كوزاين سكوير اوفر 1 ماينس ساين سكوير، كل ده بلس 1 ايكوال مين؟ يلا نعملها ازاي؟ خدناها كذا مره دي. اوكي هنعمل هنا ال 1 ماينس ال 1 ماينس كوزاين سكوير دي هتبقى بساين سكوير صح؟ تمام، يبقى ساين سكوير اوفر اوفر زيها بس كوزاين سكوير. هتبقى كوزاين سكوير الله، ده ساين اوفر كوزاين هتبقى بمين يا حلو؟ بتان سكوير. تاني سكوير بلس 1 مين؟ سك هتبقى ولا التان كوسيك؟ السك سك سيتا. السك شفتي بقى سهله ازاي؟ احنا بروفيشنال في الجامن، في التريجنومتري، ما حدش زينا اللهم بارك. طيب هنا البارالل والكلام ده ما خدناهوش لسه، احنا متقدمين عنكم شويه.
وهنا نفس الكلام الاي والجي اللي بنقول عليها فاندامنتال يونت فيكتور، بس برضو انت ما خدتيهاش. خلاص اعملي بقى النورم دي يلا. فاكره النورم كنا بنعملها ازاي؟ بنعمل اللي هي الاكس باور 2 بلس الواي ايوه باور 2 ايوه تحت الايه؟ تحت الروت. ايوه كده. بس بعد ما تعملي النورم اعمليها باي 2، يلا اعمليها بالكالكوليتر عندك. ماشي، هتبقى ايكوال ثانية 10 10. طلعت لك بكام؟ هي طلعت 10. ايكوال، طيب طلعت تحت اوكي، الروت ايكوال 5، هتبقى 10. تمام. يبقى 2 باي النورم يبقى 10. يلا يا قمر، هنا بيقول لك الماتريكس ده الايه ب 5 و2 اكس و8، بيقول لك سيمتريك ماتريكس. امسكي لي المين دياجونال ده ما نجيش جنبه، ما دام سيمتريك يبقى مين ايكوال مين يا حلو؟ مادام سيمتريك هيبقى ايكوال ال2 النيجاتيف 4 اكس. ايكوال ال 2 اكس، الله عليكي، يبقى الاكس بكام؟ هتبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 2 الله عليكي، برافو. والاكس بلس 2 واي ايكوال مين؟ ايكوال ال 8 انت لسه جايبه الاكس بكام؟ ب 2، ب 2، بنيجاتيف 2. بنيجاتيف 2 سوري. يبقى نيجاتيف 2 بلس 2 واي ايكوال 8، وحليها. فيها حاجه دي؟ لا تمام. ايه رايك في الامتحان؟ طيب تعالي بقى نشوف بقية ال، نعمل شير سكرين للصفحة بقية الصفحة التانية. هي التانية فاندمنتال يونت فيكتورز، ف بص انا هقولها لك برضو على كل ما هقولها لك. تمام. مش عارفه لان اخاف مثلا يجي يقول لك هي سهله جدا، هي برضو التانية فاندمنتال يونت فيكتور، اعتبر الليسون التاني الاول بعد ما صورناها كده. طيب هجيبها لك دلوقتي على الايه، نعملها شير سكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شير شير ايه؟ مش دي؟ ايوه هي دي. بص يا باشا، انت شايفه كده حبيبي؟ تمام. بيقولك ان انت عندك فيكتور اسمه ام، وادالك المواصفات بتاعته بالكوردينيتس، بس الشكل ده كده اسمها بولار فورم. طيب البولار فورم يعني ايه؟ يعني الاولانيه دي هي النورم بتاعته، النورم بتاعه، والتانيه دي هي الانجل اللي الفيكتور ده عاملها مع البوزيتيف دايركشن للاكس اكس. انا هوريك الاكسبلانيشن في السريع كده اللي موجود هنا، عشان ايه مش عارف اكتب كل ده. عايزه بقى الام ده ان تيرمز اوف ذا فاندامنتال يونت فيكتور بالاي والجي. طب عايزه بس اسالك سؤال يا رنا، عشان يعني انت خدتي عندك فكره عن الكلام ده، ولا انت بتسمعيه لاول مره؟ خدتي عندك يعني عندك فكره منه من المدرسه، ولا هتسمعيني من اول مره عشان ما كلكعلكيش الدنيا؟ لو لا هتسمعيني أنا الاول مره لسه هسمعها هكنسلك. أول مرة. هتسمعي الاول مره. طيب انا يعني مش عارفه اقول ايه، اكنسلها طيب ولا اعمل ايه؟ عايزه بس افهمها لك. بص يا حبيبي، الليسون اللي هنا ده اللي هو بيتكلم، احنا خلصنا الفاندمنتال يونت فيكتورز. طب سيبك من دي وهشغل الكاميرا تاني. احنا خلصنا الفيكتورز، وقلنا يعني ايه فيكتور، يعني ايه سكيلر كوانتيتي، وقلنا كل الكلام ده. وقلنا لما يكونوا بارلل بيبقى المواصفات بتاعتهم مين، عندهم نفس الدايركشن، ويكونوا ايكوفالنت عندهم نفس الدايركشن ونفس الايه ونفس النورم. بعد كده في بقى الليسون اللي هو اسمه فيكتور ده، في شكل الفيكتور كده بيبقى لازم يكون طالع من الاو، والسيتا بتاعته تكون ما بين الانجل اللي ما بين الفيكتور والايه والبوزيتيف دايركشن الاكس اكس. يعني هي دي السيتا، هي دي السيتا بتاعتي. تمام. النورم بتاعت الفيكتور بتبقى الكوردينيتس دي، ما هو انا لو عرفت الكوردينيتس بتاعته هبقى عارف ان هو طالع من الاول فين. يعني من أول، لو مثلا البوينت دي 1 و2 انا عارف ان هو البوزيشن بتاعه فين بالظبط. لو البوينت اللي هنا دي مثلا نيجاتيف 3 و4 يبقى انا عارف ان هو كده، عارف الانجل دي هتبقى كام. وانا عارف معلومه من وانا من ساعه ما كنت ايه في الفيرست ترم، ان الاولانيه دي هي مين؟ الاكس كوردينيت، هي الكوزين كوزين الايه؟
السيتا والواي كوردينيت هي ساين السيتا. قال لي تعالى بيقول لك اول بوزيشن فيكتورز، كل البوزيشن فيكتورز ده بنسميه بوزيشن فيكتور لما يكون بالشكل ده كده. بيقول لك ان اول بوزيشن فيكتور هاف ذا سيم ستارتنج بوينت اللي هي مين؟ الاوريجين بوينت. Then we denote the position OA by the symbol A. بقى مش لازم اقول له ان الفيكتور اسمه OA، مش لازم اقول له. تو ليترز هكنسل الاو دي واقول A فيكتور A بس. والفيكتور A ده زي ما وريتك هو بيحدده من الكوردينيتس دي بس. يبقى قلت لك فيكتور A يبقى 3 و2، فيكتور B نيجاتيف 3 و4 وهكذا. اقدر استنتج الثيتا بتاعته؟ اه طبعا اقدر استنتجها. I can deduce the vector، the theta of the vector. افتح يا قلم الباب. طيب بعد كده بيقول لك يا باشا ان النورم اللي انا عارف ان هو سكوير روت اكس باور 2 بلس واي باور 2، طب ما دي انا عارفها من المره الاولانيه تمام. بعد كده هو قال لك الايه، بعد ما تجيب النورم بتاعته في حاجه اسمها اليونت فيكتور، اللي هي اليونت فيكتور دي قال لي تعالى انت لو قسمت الاو اكس دي ليونتس كده، كل يونت منهم سميها فيكتور اي فيكتور اي فيكتور اي، وقسمت الواي الواي دي الواي اكسس ده لفيكتورز صغننه كده بس يونت، يعني كل فيكتور بدور اللينث بتاعه يونت واحده بس 1 يونت سميناها جي جي، يبقى انا هقدر ان انا اقول الفيكتور ده احدده بالاي وبالجي، بالاي وبالايه وبالجي. طيب في حاجه اسمها البولار فورم للفيكتور. بولار يعني الصوره القطبيه، البولار بتعتمد على النورم وعلى